الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا أنت قلت في كتابك وقولك الحق أنك مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم ربنا كما أقررت عيوننا قبل عام من الآن بذلة وهزيمة اليهود في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس فإننا ربنا نسألك أن تقر عيوننا هذا العام بفتح أكبر وهزيمة أعظم لهم يا رب العالمين اللهم أزلهم من أرضنا وديارنا وقدسنا يا رب العالمين اللهم أنت قلت وقولك الحق وما النصر إلا من عند الله
وأنت سطرت وعدك في كتابك يا رب العالمين إذ قلت فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا اللهم إننا لا نشك في وعدك ونصرك يا رب العالمين ولكننا ربنا نتوق إلى اليوم الذي نقول فيه ما قال عبدك الصالح نوح إذ أجبته يا نعم المجيب ونجيته وأهله من الكرب العظيم فقال الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم إننا لا نشك في نصرك ووعدك ولكننا نتوق إلى اليوم ولكننا نتوق إلى اليوم الذي تتم فيه كلمتك الحسنى علينا بما صبرنا وتدمر ما كان يصنع الصهاينة وأعوانهم وما كانوا يعرشون ولا نشك في نصرك ولا وعدك ولكننا نتوق إلى اليوم الذي تمن عليه فينا نحن الذين استضعفنا في الأرض وتجعلنا الأئمة وتجعلنا الوارثين وتمكن لنا في الأرض وتري الصهاينة والطواغيت والمنافقين منا ما كانوا يحذرون ولا نشك ربنا في نصرك ولا وعدك ولكننا نتوق إلى اليوم الذي ندخل فيه المسجد الأقصى ندخل فيه المسجد الأقصى مرددين جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم ربنا تقبل من إخواننا الذين جاهدوا وصبروا وربطوا في هذا اليوم وغيره من الأزمان في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس اللهم اجزهم عن العالمين خير الجزاء فإنهم ذبوا عن الأرض التي باركت فيها للعالمين اللهم تقبل منهم وارفع درجاتهم ولا تحرمنا أجرهم العظيم ربنا انصرنا على هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أقر عيوننا عما قريب بفتح وتحرير المسجد الأقصى واجعلنا ربنا من أول الداخلين والفاتحين والمكبرين فيه باسمك يا رب العالمين إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.